وحنا كنعاني وعندنا داخل الريحه الزبل لا طبيب لا والو. ثلاثة شهور تخلصنا بأدنى أجور سميك، ودابا من هنا لقدام ما عرفناش المصير ديالنا مع الخدامين. حنا كنضيعوا لا طبيب لا والو، حنا خدامين بشي خدمة خطيرة هنايا. ريحنا معاه قال لك غادي غنخلصوكم ب 32000 ريال في الشهر، وما غيعطيو لنا حتى الشهر جوج. مشات الشركة شهر 7، النص ديال شهر 7 ما تخلصنا حنا من شهر 7، خلصونا ما خلصوناش من شهر 7 حتى شهر 10. من بعد داروا لنا اوراش، كملت اوراش، دابا مشات اوراش، جاو عندنا البارح ما داروا معنا حتى حاجه، قالوا لنا غنديروا لكم 32000. واش 32000 غتقدنا؟ حنا عندنا طريطات في الابناك، شحال ديال الدراري كلهم واخدين طريطات وكيتسالوهم ابناك، وعندنا عائلات ووليدات ويقول لك 32000، باقي شي واحد كيخدم 32000؟ ما يمكنش. دابا حنا ما عرفناش روسنا مع من نخدموا، واش الجماعه واش الشركه؟ كيقولوا لنا الشركه 6 شهور وما كيكذبوا علينا، الشركه غتجي اليوم تجي غدا تجي اليوم، ما كاين حتى حاجه، لا الشركه لا والو، ما عرفناش المصير ديالنا شنو. لا جاو عندنا البارح، ولكن داك الشيء ما كيلبيش الطموحات ديالنا حنا اللي كنطالبوا بها. حنا باغي نرجع لنا السالير ديالنا كما كان في الشركه الاولى، قوانين ديالنا لاكيس لاميتيه لامو كل شيء يكون، ما بقى عندنا حتى حاجه، كيخلصوا لنا لاكيس، ولكن الا وقعت لك شي حاجه ما كيجاوبوكش حتى في التليفون كاع. حنا عساس، انا كنبات هنا مغامر 9 سنين وانا في العسا، شدني الطونسي وشدني المرض، ما كاينش اللي كيتسوق كاع نهائي، نباتوا مضاربين مع بنادم، مضاربين مع اي حاجه، ولكن ما كاينش المسؤولين هاد الناس، الله يهديهم وصافي، الله يهديهم علينا وصافي. خويا هي ما عرفناش مع من خدامين في هاد الساعه، حنا دابا يعني مجهولين، ما عارفين شكون اللي غيخلصنا ولا شكون اللي غيديها فينا، حنا كنضيعوا لا طبيب لا والو، حنا خدامين بشي خدمه خطيره هنايا، راه كندخلوا والزبل، يعني راه الناس كاع عارفيننا هنا. هاد الناس هاد الأمة كلها عارفين هاد الشيفورات وكل شيء، كلهم كيعرفونا اش كنسواو في هاد الزبالة، وأيوا مسيرينها، ولكن ما كاينش اللي داها فينا. حنا دابا جايين، دابا راه تخلصنا بالأوراش بثمن اللي بغاو، ولكن دابا اليوم بدينا في هاد الشهر 10 أيام، بدينا ما عرفناش شكون اللي غيخلصنا ومع من خدامين، الله أعلم. إلا طرات لينا شي حاجة مشينا على عيننا ضبابة، حنا باغيين نشوفوا شكون اللي غادي يتحمل بينا، وشكون اللي غيخلصنا، وشكون اللي غيعطينا الصالير ديالنا. حنا كنتخلصوا، كنا نتخلصوا ب 4000 درهم. واليوم صباح حنا كنتخلصوا ب 58000. انا كروسي شايفور، ولكن انا ما وليت خدامه غير طومبورير، يعني هذيك الماكينه دايره 300 مليون وانا خدام فيها بجدريالات محشوماش. حنا عمال مطرح جماعه مطرح نفايات تابع جماعه مولاي عبد الله. حنا المطرح العقد ديال الشركه سالق في 20/6، اللي حد الان من 20/6 ثلاثه شهور ما تخلصناش فيها. ثلاثه شهور تخلصنا بادنى اجور سميك، ودابا من هنا لقدام ما عرفناش المصير ديالنا مع الخدامين، يعني كون ما حبسناش هاد الناس بحال اللي ما خدامين مع ما كيسول حتى واحد، ما كيجي حتى واحد. حنا كنطالبوا المسؤولين نعرفوا مع الخدامين، دابا حاليا خدامين هاد المده كامله ملي تخلات الشركه خدامين بلا لاسيرونس بلا والو. حنا كنخدموا في مواكن، نخدموا في بوكلانات في حديد غليظ، كيقولوا لنا الناس حنا خصنا نعرفوا بعدا مع الخدامين. حنا كنبغينا شي مسؤول يجي ويعرف هاد المطرح راه فيه مشاكل وعمال ما مخلصينش هاد المده كامله. حنا توصل جا عندنا الرئيس عطانا واحد الوعد ديال شهرين غادي تدخل الشركه غنرجعوا الاجور ديالنا الاصليه. حنا من دابا حاليا دابا 6 شهور ما بقيناش شفنا الرئيس، ما بقيناش شفنا حتى مسؤول. حنا خلصونا 3 شهور بادنى اجور، يعني الاوراش دوزونا لواحد الجمعيه اوراش، وحنا كاين شيفو اللي خدام ب 5500 6000، ورجعنا ل 2800، ودابا ما نعرف باغيين يردونا عاوتاني للانعاش 1600 ولا ما عرفتش كانوا واش قالوا يامس. راه ما يمكنش انا كنضل كنسبيري في النفايات، انا اي مسؤول نتحدى يجي يوقف حدايا ساعتين تما في هذيك الماكينه اللي كنخدم فيها انا، يجي يوقف حدايا ساعتين غادي واش ديال 1800 ولا 1600. دابا حنا بغينا اما يخدمونا يحبس نعرفوا مع الخدامين نحبسوا، ما عرفناش المصير ديالنا من هذا الشهر والقدام. حنايا واقع لنا 3 شهور ديال ما خلصوناش، وجا من بعد 3 شهور شهر 10 لاحونا الاوراش، 3 شهور
تخلصنا فيها ب 58000 ريال، وحنا دابا هاد الشهر واحد ما عرفناش راسنا معامن عامل خدامين. جا عندنا المارح لجامعة مولاي عبد المدير ريحنا معاه، قال لك اودي غنخلصوكم ب 32000 ريال في الشهر، وما غيعطيونا حتى الشهر جوج في الاخر ديالو شهر ثلاثة قال لك غتشدوها. وحنا دابا ما عندناش الناس كاريين، الناس ما قاداناش هذيك 32000 ريال، وحنا كنعاني وعندنا داخل الريحه الزبل، لا طبيب لا والو. مشكات كنا خدامين مع الشركه مشات بحالياتها، ما بقيناش دابا ما عرفناش مع من خدامين، ما عرفناش روسنا دابا مع من خدامين.